القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نسامو رسول أهل العزاء. طبعا هذا بحث أقص علم زين تذكرت هذا البحث أعزائي وهو أقسام العلم أنا أشرت إليه تفصيلا في علم الإمام. في علم الإمام هناك تحت عنوان وسائل تحقق علم الإمام. الإمام كيف يكون عالما؟ هل يدرس عند الإمام الذي سبقه أو له طريقة ماذا؟ طريقة أخرى من خلالها يدرس. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يقول الرواية سألت أبا عبد الله الصادق عن العلم يعني عن علمهم أهو علم يتعلمه العالم من أفواه الرجال أم في الكتاب عندكم تقرؤونه فتعلمون منه؟ كيف تكونون علماء أنتم؟ فقال الأمر أعظم من ذلك وأوجب. قضية وقضية نوع آخر. إحنا مولانا نتصور بأنه كان عنده قراطيس من آبائه وكان عنده ما أدري كذا نتصور كان عنده كتب مولانا كذا. عد من أقول بأنه بعض العوام مولانا هذه الرواية. وإذا كان الأمر كذلك مؤال عشرات المرات السلطات والخلفاء الحاكمين في زمانهم فتشوا بيوتهم لم يفتشوا. قل لماذا لم يحصلوا عليها؟ أين ذهبت؟ أعزائي ذاك نحو آخر من القراطيس ليس كتب تكتب. فقال الأمر أعظم من ذلك وأوجب. يا ابن رسول الله فد مقدار وضح لي. شوفوا أعز أهل بي أعز أئمة سلام الله عليهم ولكن والله والله ضللنا الطريق عنهم. قال أما سمعت قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا أمر من أمر الله هذا مو نقرأه في كتاب أو نتعلمه من أفواه الرجال. ثم قال أي شيء يقول أصحابكم في هذه الآية؟ ثم رواية أخرى قال أخبرني عن العلم الذي تعلمونه أهو شيء تعلمونه من أفواه الرجال بعضكم من بعض أو شيء مكتوب عندكم من رسول الله؟ قال فقال الأمر أعظم الأمر أعظم. ولذا مجموعة من الروايات أنا نقلتها هنا وبيودي أن الأعزاء يراجعون هذا البحث تفصيلا. ثم دخلت في بحث حقيقة الروح التي هي مع أئمة أهل البيت هذه الروح التي تجعلهم علماء هذه يا روح هذه. إذن أعزائي كان بودي أنه هذا البحث يستمر إن شاء الله تعالى في السنة القادمة بالقدر الذي نستطيع نرجع إلى بحثنا بحث التعارض.